لمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا من موسكو حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز. حسين، بعد التحية، بعد سلسلة من عمليات الاغتيال للأوليغارش الروس تمتد الآن وتتوسع دائرة الاغتيالات لتشمل صحفيين وإعلاميين روسيين وعائلتهم بكل تأكيد، بحسب تلك التطورات ما الذي تنبئ به الساعات القادمة برأيك؟ نعم سمر، بالفعل أعلنت السفارة الروسية لدى ألمانيا أنه تم إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد صحفي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين، وأرسلت السفارة مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية تطالب بالتحقيق في الحادث. بدورها طالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم، كما طالبت ألمانيا بشكل خاص بإجراء تحقيق سريع لكشف ملابسات الحادث. واعتبرت الخارجية هذا الحادث نتيجة مباشرة للاضطهاد الذي يتعرض له الغرب لوسائل الإعلام الروسية وموظفيها، وأن قرار الحكومة والدول الغربية إبعاد وسائل الإعلام الروسية عن البث في الاتحاد الأوروبي كان نذيرا لتفويقهم الجسدي حتى القضاء عليهم. وزارة الخارجية الروسية بالفعل سمر اعتبرت بأن هذا الحادث اليوم أو الكشف عن هجوم إرهابي أحبطته السفارة الروسية في برلين، هذه الأمور تقع ضمن العقوبات وضمن أيضا المواجهة الغربية والأوروبية والاضطهاد الغربي إلى الصحفيين الروس. منذ أيام الرئيس بوتين هنا في الداخل الروسي أعلن عن إحباط هجوم على أحد الصحفيين، وهذا الهجوم كان يخطط لاستهداف مجموعة من الصحفيين الروس المؤيدين للعملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية. واليوم أيضا وفي ألمانيا تم كشف قنبلة في مرآب المبنى الذي يقطنه الصحفيين الروس وعائلاتهم. كل هذه الأمور هي تبقى ضمن إطار التخويف ومنع الصحفيين الروس من قول الحقيقة حسب ما تؤكد هنا الخارجية الروسية، وأيضا لتخويفهم ومنعهم عن الموافقة وعن تأييد العملية العسكرية الروسية. الغرب والدول الأوروبية يريدون من الصحفيين الروس بأن يعارضوا العملية العسكرية وأن يعارضوا قرارات بوتين وأن يقفوا ضد قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي أمور للتخويف. وأيضا الغرب يريد أن يمنع الصحفيين الروس عن قول الحقيقة وعن قول كل ما يشاهدونه في الدول الغربية وفي الدول الأوروبية. الخارجية الروسية لغاية الآن أكدت على التزام موسكو في حماية كافة الصحفيين الأجانب الموجودين على أراضيها، وأيضا أكدت على تمسك موسكو بالقوانين الدولية باحترام حقوق الصحفيين واحترام حرياتهم، لكنها بالمقابل طالبت من الدول الغربية ومن ألمانيا تحديدا بإجراء تحقيق سريع وشفاف لمعرفة ملابسات هذا الحادث. وأيضا طالبت ألمانيا بحماية بإضافة عدد القوات الأمنية لحماية الصحفيين الروس وعائلاتهم المتواجدين على الأراضي الألمانية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك مراسلنا في موسكو مراسل أكسترا نيوز، كل التحية لك حسين.